فالجيل اللي جاي دلوقتي محظوظ عننا، يعني الجيل اللي جاي دلوقتي محظوظ عننا. يعني انا افتكر ان انا اول ما جيت، وزي ما بقول لحضرتك انا اشتغلت من تاني يوم، يعني رحت معايا ريزومي واقدم فيه اشتغل حاجه، رحت محطه بنزين قلت انت عايز ناس، قال لي عايز ناس، رحت اشتغلت. تمام، ايه الاستفاده اللي انا استفدتها؟ استفدت ان انا هي شغلانه مش كويسه، مش ما فيش شغل وحش، يعني انت فاهم طبعا كل الكلام ده، تمام. بس مش الشغلانه اللي بحلم بيها. انا مش سايب مصر مهندس عشان اجي اشتغل واقف في محطه بنزين، وكنت بشتغل ايامها على المينيمم. المينيمم ايامها كانت 7 دولار في الساعه، كويس؟ 7 دولار في الساعه ما يكفوش يعملوا حاجه خالص، كانك شغال على المينيمم دلوقتي في 15. بس في نفس الوقت اتعلمت الكونتاكت مع الناس، ازاي تتكلم مع الناس. تمام، طبعا بتقابل الكويس وبتقابل نص نص، وبتقابل الوحش، وبتقابل اللي بيضحك في وشك، وبتقابل اللي بيشتمك، وبتقابل، فتتعلم كل الحاجات دي. تبدا تتعلم ازاي تتكلم الانجليزي، مش اللي اتعلمناه في المدارس اللي هو الباست والبريزنت والبريزنت بارتيسيبل والحاجات دي كلها، لا تبدا تتعلم تتكلم الانجليزي. انا الحمد لله كنت جاي من مصر الانجليزي بتاعي كويس قوي، بس ربنا برضه يبارك. الكوميونيكيشن اللي هو الكوميونيكيشن مع الناس، ازاي تتكلم، ازاي تقول، ازاي تقول كلمه ما تحسبش عليك. يعني في ناس ايوه حاجات تقول كلمه ما تحسبش عليك، ما ينفعش تقول لراجل ايه ماي دير، ماي دير يضربك في وشك، برغم ان احنا عندنا ماي دير يعني عزيزي. انت في صح. كلمات يعني لازم مش هتعرفها غير لما تحتك بالناس ويبدا يفهم، وبالذات لو انت تكون اوبن انك تتعلم تقول للناس معلش الانجليزي انجلش از نوت ماي فيرست لانجوج، صحح لي. تمام بيبقوا سعداء جدا، بيبقوا سعداء جدا ان هم يصححوا لك، يقول لك لا بلاش تقول دي وقول دي، بلاش تتكلم هنا وما تقولش كده، عاوز تعزم صاحبك على الغداء ما تقولش او انا تيك يو اوت فور لانش، يضربك. انت هتخرج ديت معايا ولا ايه؟ تقول له اوه بادي ليتس جو جراب بايت. هم عندهم كده. فعشان ايوه تتعلم اللغه الدارجه دي بتاخد وقت وبتاخد مجهود، والكلام ده كله لازم الانسان يبقى دماغه عامله زي الباراشوت، بتتلقى اي معلومه، بيحاول يتعلم، بيحاول يتاقلم. انسى انسى خالص انت كنت جاي ايه، انت ممكن تكون جاي كنت رئيس وزراء في بلدك، تيجي هنا لازم هتبدا من الصفر، بس لو عندك تصميم وعندك تحدي هتوصل. ممتاز ممتاز. طيب برضو يعني في نقطة مهمة قوي أنا شايف إن في ناس كتير قوي للأسف بتقع فيها، هي موضوع أولا الإيجو، إن أنت يعني ما شاء الله كنت استشاري وبتشتغل بعد كده في محطة بنزين، فإزاي اتغلبت على الحتة دي؟ وبرضو نقطة تانية عايزك لو ممكن تتكلم عليها شوية، هي الريزومي. أنت طبعا جاي استشاري، معاك ريزومي فيها استشاري، قدمت على محطة بنزين بأنهي ريزومي؟ نفس الريزومي بنفس بنفس، الريزومي. حتى انا فاكر الراجل قاعد ضحك عليا، لان احنا كان في مصر عندنا ما بنعملش ريزومي، كنا بنعمل سي في. السي في بيختلف شويه عن الريزومي. فكان لحد ما قعدت معاه وقعدنا سنين مع بعض، وكان راجل يحبني جدا لدرجه لما دخلت الجامعه حماده قلت له معلش انا كده كفايه عليا، انا عايز ادخل الجامعه واركز في المذاكره. قال لا ليه، من اللي تعالى وريني الجدول بتاعك. راح اديته الجدول بتاع المحاضرات، بدا يحط لي شيفتات كاستمايز على قدي، قال لي عشان تعمل لك شويه كاش من السايد. تمام، فبدا يساعدني في الحته دي، فبقيت اشتغل وبقيت ادرس. تمام، هنا تقعد تذاكر، هو اللي كان بيرتب لي الجدول صراحه، هنا تروح تحضر محاضرتك، هنا تيجي تشتغل، هنا تقعد تذاكر، هنا تعمل كذا وكذا، وكان يديني 5 ساعات هنا، ساعتين هنا، 3 ساعات هنا، بحيث ان برضو كان بيديني دفعه كاش تساعدني مثلا على المعيشه، على كذا على كذا، وما يبقاش كله مثلا شغال بالاوهب، عفوا يا رب مش بالاوهب، بالاساب، ما وساب تبقاش انت تمام كله اساب والاساب ما بيقضيش والكلام ده كله يعني. تمام 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 فالايجو المشكله اللي هو ايه، يعني لو انت ناوي تعيش في كندا دون ليف اون بوردر، ما تقعدش على البوردر. ماشي، ليه؟ لك طول ما انت قاعد على البوردر انت فاكر النهارده الشقه اللي كنت واخدها ولا الفيلا اللي كنت واخدها في الكومباوند اللي في الامارات، تمام، اللي هي اوضه الشغاله فيها اكبر من اكبر ماستر بيدروم موجوده هنا، هو مش هتنفع، مش هتعرف تعيش، هتكتئب، هتبقى متضايق، هتبقى كده، اعتبر نفسك انها، اعتبرها تحدي، اعتبرها نيو جورني، اعتبرها انها تشالنج. كويس، الناس اللي هي بتقبل التشالنج بتعيش. الراجل اللي قاعد النهارده على البوردر ده ايه، اليوم الاسود اللي جابني على البلد المنيله ب 60 نيله دي، ده انا كنت مدير اداره وكنت مدير بنك وكنت، لا مفيش كن، انسى الماضي خالص وعيش الحاضر وبص على المستقبل.